الحاكم خارج عن الدين. لا، الحاكم خاضع للدين بمعنى المرجعية الإسلامية في عمومها، الأحكام العامة والمبادئ الكبرى للدين. لكن في العمل الديني المتخصص، الفتوى، الخطابة، التعليم الديني وغيره، هذه المؤسسات يجب أن تكون بعيدة عن التنافس السياسي وعن التنافس الحزبي حتى لا يستغل هذا الطرف أو هذا الطرف. هذا مقصد شرعي واضح. يعني صحيح هناك أيضا ضغوط، لكن أظن بأنه هذه الضغوط أتت نتيجة أن هناك منافسين سياسيين يقولون غير معقول أنتم تستغلون أمر مشترك بين الأمة، استغلوا طرف سياسي. ولكن أنا أظن بأنهم صادقون. لا لا، هنا هذا صحيح. يجب أن نخرج الدين بمفهومه هذا الخاص، أن نخرجه عن التنافس السياسي. ولكن هناك أطراف هي لا علاقة لها، على سبيل المثال بالمسجد، هي أطراف إمامية وهي تشكو دائما من أن الإسلاميين يستفيدون من المساجد. أنا بالتأكيد أتفق معكما على أن العبادة لا يجوز لها أن تسيس، بمعنى خطبة الجمعة، وإن كان لابد من أن تكون نوع من التوعية السياسية، يعني أن يكون فيها توعية سياسية، فليس في ذلك يعني إشكال. الإشكال هو أن يتم تجييرها لحزب ما دون حزب آخر. هنا يحصل الإشكال. وأنا أتفق مع الجميع هنا أن هذا الأمر هو ينبغي أن لا يحصل، لكن واقع الحال أنه الأطراف العلمانية تضغط دائما من أجل أن يكون هناك نوع من الفصل ما بين يعني العمل الإسلامي والعمل يعني السياسي. أنا أعتقد أنه في جانب معين ربما يكون مع هؤلاء حق. الجانب هو الخشية من أن تضفى القداسة على التصرفات البشرية. في هذه الحالة أعتقد أن هذا صحيح، لأن الأصل حتى في تعريف السياسة إسلاميا، السياسة هي جهد بشري والاجتهاد البشر. وقال العلماء السياسة هي كل عمل يكون فيه العباد أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. هذه بمعنى آخر هي الاجتهاد كل ما يحقق العدل، كل ما يحقق العدل هي الجهد البشري. هذا الجهد البشري لا يجوز أن يكون في إضفاء أي نوع من القداسة عليه، لأننا جميعا مخطئ ونصيب. لكن أشعر أحيانا أنه يمكن أن يتم الوصول أو الدخول من هذه يعني من هذه الفكرة إلى محاولة الفصل ما بين الجماهير المسلمة والحركة الإسلامية. مشكلية هنا يعني دقيقة، لأنه عندما نقول ينبغي أن نحيد الجانب الديني البحت، فلا يستغله طرف سياسي في التنافس على الدنيا، أي في التنافس على الدنيا، على المناصب وعلى من يتولى رعاية الشأن العام. يعني من الناحية النظرية يبدو يعني المطلب مشروع فعلا. ينبغي للحركة الإسلامية أن تستغل المساجد في دعايتها الانتخابية من أجل دعم مرشحيها، لأن المسجد سيصير عندنا كل حزب عنده مسجد، وليس بينما المسجد ينبغي أن يكون مؤسسة جامعة للأمة. أحد تعبيرات الإجماع هو المسجد، تجتمع فيه كل الخصوم. والحج يعني كان الرجل يلقى قاتل والده فلا ينال بسوء، حتى في الجاهلية، بحيث شعائر الإسلام هي روابط عامة، يعني هي مؤسسات لصنع الإجماع في الأمة بعيدا عن السياسة. ولكن تنزيل هذا في الواقع أمر ليس باليسير، لأننا في واقعنا، لأننا إذ نطالب الحركة الإسلامية اليوم بأن لا تسيس المساجد، نجد الدولة هي التي تتولى عملية التسييس، نجد أئمة المساجد، نجد هناك الدولة سيطرت على الأوقاف. في تاريخنا الوقف كان ملكا للأمة، لم تكن تتصرف فيه الدولة، وكان الوقف يصرف منه على المؤسسات الدينية ويصرف على المساجد والعلماء. اليوم في الحقيقة مصادرة الوقف في معظم البلاد الإسلامية جعلت المساجد ملك الدولة، حتى من الناحية القانونية الآن يسمى المسجد ملك الدولة.
والعلماء أصبحوا موظفين عند الدولة، والخطباء موظفين، والإفتاء مؤسسة الإفتاء يعني ما أحسن من ذلك الخطبة إلى المكتوبة. ورأينا عندما تصالح الدولة إسرائيل تصدر فتوى بأن الصلح مع إسرائيل أن هذا جائز دينيا، وعندما وفي بلاد أخرى غير متصالحة مع إسرائيل هذا حرام. فالذي يسيس في الحقيقة، الذي يسيس الدين ويستغله قبل الحركة الإسلامية، الذي يستغل هذا الوضع هي الدولة اليوم. يعني تمارس، فأسوأ من الفصل بين الدين والدولة هو الحالة التي نحن فيها اليوم. نحن في أنظمة تشبه أن تكون ثيوقراطية، لأن الحاكم يزعم لنفسه سلطة دينية ويسيطر على الأوقاف وعلى المساجد وعلى العلماء وعلى الفتوى. والحركة الإسلامية تصبح متهمة بمجرد أنها تتحدث، تعطي خلفية دينية لممارستها السياسية سواء في الاقتصاد وإلا في أي جانب من الجوانب، يصبح أي شعار إسلامي يرفع تهمة، بينما الدولة اليوم تمارس عملية ثيوقراطية. ما الحل؟ نحن أمام إشكالية حقيقية. لكن هذه قضية، يعني هذه قضية تاريخية. ما العلاقة بين العلماء والدولة؟ يعني متأزمة وحساسة منذ يعني بدايات الخلافة الأموية. يعني بعد الخلافة الراشدة تأزمت العلاقة. وصلت إلى حد، وصلوا إلى حالة من الوفاق كما ذكر تقريبا الدكتور سعد. وصلوا إلى حالة من الوفاق. صحيح العلماء كانوا هم الذين يحكمون في صدر الإسلام. كل الخلفاء الراشدين كانوا علماء مجتهدين. فكان حكمنا الأول، الحكم النموذجي عندنا، هو الحكم الراشدي، حيث كان العلماء يحكمون بإرادة الناس وليس بتسلط. ولا علاقة بالكفاءة ولا ريح. ولكن عندما وقع الانقلاب وأصبح الحكم يستند إلى القوة ولا يستند إلى الشرع ولا يستند إلى الناس، عندها وقع صراعات، وحاول العلماء أن يستعيدوا في ثورات متتالية أن يستعيدوا الحكم، ولكن في النهاية حصل نوع من التقاسم السلطة. أصبح العلماء لهم الفتوى ولهم التشريع بمعنى الفقه، والدولة لا شأن لها في الفقه ولا شأن لها في فهم النصوص، هذا شأن علماء. والفقهاء استحدثوا لأنفسهم مؤسسة الوقف لتمويل مدارسهم ولتمويل نشاطاتهم، فأصبح نوع من تقاسم السلطة بين العلماء وبين الحكام. اليوم نحن في معظم الدول العلمانية، في معظم دولنا اليوم، أصبح العلماء ليسوا شركاء كما كانوا مع الحكام في السلطة، وإنما أصبحوا موظفين مسلوبي الإرادة، لأنه ما عندهم سلطة اقتصادية بعد أن صدر الوقف وصدرت مدارسهم، فأصبحوا موظفين صغار. نعم، نتوقف قليلا.